شكرا سيد الرئيس. اسمحوا لي أولا أن أرحب بالسيد كيم سونغ هوان وزير خارجية جمهورية كوريا، وأن أشكره على ترأس هذا الاجتماع الهام، كما أرحب بكم السيد الرئيس الزميل السفير كيم سوك لأعمال مجلس الأمن لهذا الشهر، وأرحب أيضا بمشاركة وزراء خارجية كل من رواندا وأذربيجان والبرازيل في هذه الجلسة الهامة. سيد الرئيس، أما وقد استمعت بعناية إلى بيانات الوفود التي سبقتني حول هذا الموضوع الهام، ألا وهو موضوع حماية المدنيين في الصراعات المسلحة، فإنني أرى ضرورة للتأكيد على النقاط الأساسية التالية. أريد أن أشكر أولا كل أصحاب النوايا الحسنة ممن تطرقوا إلى الأزمة في بلادي سوريا، فقدموا الآراء الإيجابية بشأن كيفية المساعدة على حماية المدنيين السوريين من تبعات تلك الأزمة التي تهز البلاد. وبالنسبة لأولئك الآخرين من الزملاء الذين تناولوا الأزمة في بلادي بعين الانتقاد والتنظير الإنساني السطحي، فوزعوا اتهاماتهم يمينا ويسارا، فإنني أود أن أشدد على أن حكومات بلادهم هم هي جزء أساسي من خلق الأزمة في بلادي وتسعير أوارها والنفخ في رمادها وجمرها، سواء من حيث فرض القيود القسرية الأحادية الجانب على الشعب السوري، أو من حيث السماح بمغادرة مواطني تلك الدول من الأصوليين والإرهابيين التكفيريين، السماح لهم بمغادرة بلادهم والتوجه إلى بلاد سوريا عبر حدود مفتوحة مكشوفة لجميع أجهزة الاستخبارات في العالم، أو من حيث السماح لأولئك الإرهابيين بعبور حدود سوريا مع الدول المجاورة، أو من حيث تسليح وتمويل ورعاية أولئك الإرهابيين والترويج لهم إعلاميا. إن الوسيلة الأمثل سيد الرئيس لحماية المدنيين في النزاعات المسلحة وتجنيبهم ويلات الحروب تكمن أساسا في الحيلولة دون نشوب النزاعات المسلحة واعتماد الوسائل السلمية لتسوية تلك القائمة منها، ومساءلة الحكومات التي عملت وتعمل على إثارتها والتحريض عليها. ثم إن مسألة حماية المدنيين في النزاعات المسلحة لا يمكن أن تستقيم إلا في ظل الاحترام الصارم لمبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وفي مقدمتها مبادئ احترام السيادة والمساواة بين الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. ومن غير المقبول بتاتا أن يتم التعامل مع هذه المسألة الهامة بشكل استنسابي وانتقائي يفرغها من مضمونها ويجعلها فضفاضة تتسع للعديد من أشكال إساءة الاستخدام وسوء التطبيق. وتجربة حماية المدنيين في ليبيا ما زالت ماثلة للعيان أمامنا.
ومن أهم مبادئ السيادة أيها السادة هو أن للدولة المسؤولية الحصرية والأولية في حماية مدنيها، وهذه قاعدة أساسية من قواعد القانون الدولي توافق عليها الآباء المؤسسون لهذه المنظمة الدولية. لقد أثبتت التجارب العملية أن مسألة حماية المدنيين في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة أو اضطرابات باتت تستخدم مطية لخدمة أجندات تدخلية مشبوهة ومصالح دول معينة تعمل على تأزيم وتوظيف التوترات. لا بل أصبحت الممارسة التي تنتهجها حكومات بعض تلك الدول تبتعد عن أبسط الأسس التي يستند إليها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، حيث أصبحنا نرى أيها السادة مساع محمومة لتقويض قدسية السيادة كما ورد في الميثاق، وذلك لصالح سعي محموم موازن لتسويق طروحات سياسية لم تحظى بعد بتوافق دولي من قبيل ما يسمى بمسؤولية الحماية أو التدخل الإنساني، وهي طروحات يتم الترويج لها لخلق رأي عام يقبل تدخل الناتو العسكري في شؤون الدول النامية وتغيير أنظمة الحكم الوطني فيها. سيدي الرئيس، إن معالجة مسألة حماية المدنيين في النزاعات المسلحة يجب أن تتم بشكل شمولي يرتكز على تشجيع التسوية السلمية للنزاعات وإدانة ومحاسبة حكومات الدول التي تقوم بدعم أعمال العنف المسلح والإرهاب وتحرض عليها من خلال التهييج الإعلامي والطائفي، ومن خلال وضع حد لحكومات الدول التي تقوم بأعمال تمس سيادة الدول وسلامة أراضيها، لا بل وغزوها عسكريا وقتل مئات الألوف من أبنائها وتشريد الملايين منهم بذريعة حمايتهم. كما أن حماية المدنيين تستلزم عدم تعريضهم للمعاناة والموت البطيء من خلال حرمانهم من مستلزماتهم المعيشية اليومية كالغذاء والدواء والوقود وغيرها جراء التدابير القسرية الأحادية الجانب الجائرة التي تفرضها بعض الدول والتي أكدت الأمم المتحدة عدم شرعيتها. يجدد وفد بلادي سيد الرئيس بهذه المناسبة التأكيد على ضرورة توفير الحماية للمدنيين الرازحين تحت نير الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة ومن بينها الجولان السوري المحتل، ووضع حد لممارسات سلطات الاحتلال العدوانية إزاءهم. ورغم اعتراضنا على استغلال بعض الوفود لموضوع مناقشاتنا اليوم وإسقاطه على ما تشهده بلاد سوريا حاليا من أحداث مؤسفة، فإننا نشير إلى أن الحرص على المدنيين السوريين إن كان جادا لا يتماشى والسياسات التي تنتهجها دول عربية وأقليمية ودولية باتت معروفة وتفاخر علنا بتقديمها السلاح والمال والتدريب والملاذ الآمن للجماعات الإرهابية المسلحة العابرة للحدود والتي تستهدف الدولة السورية بكل مكوناتها وتتخذ من الأماكن المأهولة بالمدنيين منطلقا لعملياتها الإرهابية ومن المدنيين دروعا بشرية. ونعتقد أن القلق على المدنيين السوريين لا ينبغي التعبير عنه برعاية الإرهاب والتطرف ولا بإفشال مساعي التسوية ولا بممارسة الضغوط لتقويض أي إمكانية للحوار الوطني الشامل الذي وحده سيمكن السوريين من إعادة الأمن والاستقرار وتحديد مستقبلهم بعملية سياسية تتم بين السوريين وبقيادة سورية كما أكد على ذلك قرارا مجلس الأمن 2042 و2043 وبيان اجتماع جنيف.
سيد الرئيس، هناك فرق بين حماية المدنيين الأبرياء، وهي مهمة نبيلة حكما وواجب على كل حكومات الدول الأعضاء، وبين حماية المسلحين والإرهابيين والأصوليين ومجندي الأطفال ومطلقي النار على الطائرات المدنية وعلى البعثات الدبلوماسية الذين يستهدفون أساسا سلامة المدنيين ويدمرون البنى التحتية للدولة، وهي البنى المخصصة أصلا لخدمة هؤلاء المدنيين. إن الحكومة السورية تواصل الاطلاع بواجبها الدستوري في حماية مواطنيها من أعمال الإرهاب والتخريب والعمل على إعادة الأمن والاستقرار، كما أنها تبذل قصارى جهدها رغم التدابير الأحادية الظالمة والضغوط الهائلة التي تتعرض لها لتلبية احتياجات المواطنين ولتأمين المأوى لمن أرغمتهم الأحداث المؤلمة والإرهاب والتدابير القسرية الأحادية الجانب على مغادرة منازلهم وتسهيل عودتهم إلى ديارهم. وقد قدمت الحكومة السورية كافة التسهيلات اللازمة لوكالات الأمم المتحدة المختصة بما في ذلك الأوتشا والصليب الأحمر للمساعدة في هذا الشأن. هذا وتواصل اللجنة الوطنية للتحقيق في الأحداث الجارية مهامها لضمان تقديم كل من ثبت تورطه في أعمال مخالفة للقانون إلى القضاء من أجل مساءلته دون أي استثناء. إن الإجارة السياسي سيد الرئيس غير الأخلاقي بأوضاع اللاجئين السوريين وعقد المؤتمرات الإعلامية هنا وهناك لمجرد الإعلان عن تعهدات لا يتم الوفاء بها في معظم الأحيان لا ينسجم مع مسعى حماية المدنيين ولا مع حقيقة أن العديد من الدول التي تعلن تعهدات لا تفي بها بتقديم تبرعات هي سبب أساس في نزوح ومعاناة هؤلاء اللاجئين. ختاما سيد الرئيس، أريد أن أقول بأن غطرسة المندوب الإسرائيلي قد جعلته يعتقد واهما أنه حمورابي أو نبوخذ نصر أو صلاح الدين الأيوبي أو أبراهام لينكولن أو غاندي أو سيمون بوليفار، وأن سياسات بلاده العدوانية والاحتلالية للأراضي العربية المحتلة واضطهاد الشعب الفلسطيني إنما هي سياسات ينبغي أن تكون قدوة لجميع الدول الأعضاء. وفاته أن ما صرفته هذه المنظمة الدولية على مناقشة كيفية إنهاء العدوان والاحتلال الإسرائيلي قد استغرق من هذه المنظمة الدولية ومجلس الأمن بالذات ملايين ساعات العمل ومئات القرارات، لكن المندوب الإسرائيلي بغروره المشهود والمعروف وجهله المطبق قد جعله يعتقد أن سياسات بلاده أهم من الميثاق وأهم من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأنه ينبغي على ما يسمى بالمجتمع الدولي أن يشكر العدوان والاحتلال الإسرائيليين وأن يبجل اضطهاد إرهاب الدولة الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين والعرب في الأراضي المحتلة. إن إسرائيل أيها السادة تساعد وتسلح وترعى جماعات سلفية تكفيرية تنشط في منطقة الفصل في الجولان السوري المحتل، وبالتالي فإن إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من أولئك الذين يعملون على تسعير الأزمة السورية خدمة لمصالح استمرار الاحتلال للأراضي الفلسطينية
وتقويض أي أمل بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. شكرا سيد الرئيس.